نشرح برمجة الباسورد لتشغيل الخزنة العادية للديجيتال. احنا قلنا بتفتحها عن طريق الديجيتال نمبر بتاعتها او عن طريق المفتاح. ساعة ما بنركب المفتاح بنفتح الخزنة كده، فتحنا الخزنة، فتحة تاني كده الخزنة قفلت. عايزين نفتحها عن طريق الديجيتال نمبر بتاعتها، نستخدم الارقام كده فتحت. طب عايزين نبرمج الرقم السري بتاعها وهي مفتوحه قدامنا الخزنه، بنقوم ضاغطين على الريسيت جوه زرار ريسيت صغير اللي هو الزرار ده، نضغط على الزرار ده من الشاشه نشوف، نبقى ضاغطين على الزرار ده وهي والباب مفتوح كده، بتقوم بروسيست. هم كاتبين باسورد الجديد مثلا، هنقوم عاملينه ايه 6 0 1 2 3 4 5 6، ده الباسورد الجديد بتاعنا. نقدر نفتحها بالباسورد 1 2 3 4 5 6، باسورد اتفتح كده، الخزنه فتحت من جوه بدون اي مشاكل. طيب الخزنه دي احنا عاملينها برضو باتنين باسورد، يعني الخزنه دي لها باسورد اساسي ولها باسورد احتياطي. طيب احنا دلوقتي عملنا الباسورد الاساسي اللي احنا بنغيره بطريقه عاديه خالص والباب مفتوح، يعني الباب مفتوح بنضغط على زرار ريسيت، نكتب الباسورد وحرف الاي اللي هو الكونفيرم بيسجل لنا الباسورد اللي احنا اخترناه. عايزين نغير الباسورد اللي هو الثاني او نبرمج الباسورد الثاني. طيب نبرمجه ازاي؟ نقوم ضاغطين على 0 بروسيست، وبعدها نقوم كاتبين مثلا 1 2 3 4 5 6 كده الباسورد الثاني. تعالى نجرب نفتح كده 1 2 3 4 5 6 اهو فتح، وفي الباسورد اللي احنا برمجناه قبل كده اللي هو 6 0 4 5 6 فتح. يبقى كده في 2 باسورد للخزنه بنستخدمهم، باسورد اساسي وباسورد احتياطي. اي باسورد فيهم نسيناه بنقدر نبرمج الخزنه او بنفتح الخزنه عن طريق الباسوردين اللي احنا عملناه.